السلام عليكم طلاب. واحدة من الطالبات سألتني عن هذه المسألة إذا كان بها خطأ أو ما بها خطأ، شكت أنه بها خطأ. هاي بالبايسكشنال ميثود الحل كان صحيح. خليني أوضح لكم إياه. لما نجي هنا أنا عندي هذا النمبر أوف الاتريشنز، ما يهمني. أنا عندي الفانكشن أوف إكس، لما ناخذه مرة للإكس ليفت ومرة للإكس رايت. فلما نحسب للإكس ليفت اللي اختاريناه بهذا المثال راح تكون الدالة عندي ناقص 14، فتاخذ إشارة السالب، بينما للإكس رايت راح يطلع مقدار الفانكشن لما نعوضه يطلع لي 6، فياخذ هذا موجب، فيكون هذا موجب، هذا يكون سالب. بعدين أحسب الإكس مين وأعوضه بالدالة الفانكشن للإكس مين، إيش طلعت عندي؟ سالبة. إذا طلعت عندي سالبة الفانكشن أوف إكس مين، فالسالب يروح لمن؟ للسالب طبعًا. فلمن يروح؟ للإكس ليفت، يعني الإكس ليفت هي السالب. لما تطلع عندي موجبة الفانكشن أوف إكس، إكس مين أقصد، لما تطلع عندي موجبة ما معنى هذا؟ لوين يروح النوبة؟ يروح هنا للموجب، وهكذا تستمر العملية. زين، بحيث لما هذا كملنا هاي النقطة ورحنا للنقطة اللي بعدها أو الاتريشن هذا، خلينا نشوفه. زين، للسكند اتريشن، من نروح للسكند اتريشن الليفت هنا ماينس وهنا الرايت هو بلس، وهذا الاكس مين. اجل الدالة، الدالة سالبة، بما انه الدالة سالبة فالاكس مين وين يروح؟ يروح لهذا، هذا سالبة. زين، هنا أنا صارت عندي موجبة، لما هاي صارت الخطوة موجبة فهاي وين تروح؟ للموجبة، وتستمر هاي العملية. فاثنيناتهم صحيحات. فاني اجي اشوف من البلس ومن الماينس، واجي اشوف الفانكشن اللي راح تطلع عندي مان المين، اكس مين، موجبة او سالبة. سالبة ما معناه الاكس مين يروح للسالب، والسالب هنا عندي الليفت. طلعت موجبة فهذه تروح وين؟ للموجبة، وهكذا، او كلها بالخطوة اللاحقة طبعا. احنا ذا نشيك ونحسب على الخطوة اللاحقة، وهنا نفس الحالة، فماكو اشكال. هنا صحيحة وهنا صحيحة، هنا سالب موجب نفسها اللي قبلها، هنا سالب هنا موجب، واشيك الدالة، هاي الدالة مالتي سالب، فالاكس مين راح للسالب اللي هي الاكس ليفت، موجب فالاكس مين راح للرايت، وهكذا تستمر. فاثنيناتهم صحيحات، ماكو اي اشكال.